وصلنا دابا باش نتعرفوا على شكون الفائزه. بصراحه غادي يكونوا معنا جوج ديال الفائزات في صحب القرعه ديال الاخوات اللي جاوا وحضروا معنا هذا الصباح. كاينه بزاف ديال الجوائز في انتظاركم على بركه الله. صحب القرعه اللي غيكون دابا فيه جوج ديال الجوائز قيمه جدا. انا ما غاديش نعلن على الجوائز حتى نشوفوا شكون الاخوات اللي معنا. غادي نديروا صحب ديال القرعه وكيف ما الناس اللي معنا دابا مباشره بكل نزاهه وشفافيه كيف ما عودتكم اصوات وبرنامج حديث مغزل. بسم الله. وانا في هذه الاثناء كندير باش نشوف شكون هي الورقه وشكون الاسم اللي غادي يكون محظوظ معنا وغادي يفوز بالهديه الاولى على بركه الله. بسم الله. والفائزه اللي معنا فدوى هي اللي الاسم ديالها فدوى توفيق هي الفائزه. وفدوى ها هو الاسم ديالها كيف ما كتابعوه. وفدوى كنقول لك لالا الهديه ديالك واللي كتهديها لك اصوات ومعرض المراه الحامل والام والرضيع في استماع لالا ست شهور ديال الحفاضات من النوع الرفيع للرضيع ديالك. كنقول لك بالصحه والراحه وهنيئا لك. هذا السحب الاول. دابا غنمشيو للسحب الثاني. السحب الثاني وبصراحه خصني ندير ايدي اليمنى. يا بسم الله. وانا كنقول كل اخوات اللي جاوا زارونا راه كلكم رابحات ولكن هذا هو القانون ديال المسابقه. ونشوفوا السحب الثاني والاسم الثاني. نزهه بوكديل. نزهه بوكديل. نزهه هاكا نزهه لهالجائزه ديالك. كنقول لك لالا بالصحة والراحة. تفضلي نزهة معنا. لاباس عليك نزهة، انت من المستمعات ديال الأصوات وبرنامج حديث مغزل. اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. جمالة وانت من الصباح انت حاضرة معنا وفي العائلة وحدة ولكن ديما كتسمعي لنا. دايما من 2012. ايوا وانت دابا عندك الأقدمية معنا صافي ما خصهاش تبقى. كنقول لك لالا شاركتي معنا وجيتي وما مشيتيش بيديك خاوية. شكرا. الهدية ديالك عندك لالا ست شهور ديال الحبوب الكاملة للرضيع مدة ديال ست شهور. هاد الحبوب من النوعيه الرفيعه للتغذيه ديال الوليد ديالك. فكنقول لك هنيئا بالصحه والراحه كاليبه الاصوات والمستمعات ديال الاصوات. شكرا اصوات. تبارك الله عليكم